السلام عليكم، كيف نتوما؟ مزيانين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه لاباس؟ مرحبا بكم عندي في قناتكم اسلام احمد. بالنسبه لي ما كانش معايا في اللايف هو اللي غادي ما غيفهمش يعني شنو كنعمل. انا هنايا كنت عامله لايف وكنعدل رفيسه، ورفيسه طفالي اللايف بقى لي شي طفالي التليفون عفوا وقف لي اللايف. ودابا فهاد الساعه دي صار جيتو شويه وبغيت نعاود اللايف، قلت ما عارف واش غادي نجبر شي واحد. صافي قلت غادي نعمل بلا ما نعاود اللايف، غادي نعمل غير فيديو وصافي. يعني اللي كانوا معايا في اللايف هما اللي غادي يفهموني. صافي غادي نعمل غير فيديو نغرف فيه الرفيسه وصافي. المهم انا ومجدة هي الدجاج ديالي طابلي، غادي نحيدو بعدا نعملو فشي طبسيل عاد نغرف معكم رفيسة. الدجاج طابلي بزاف صراحة. المهم بسم الله نكتم. انا حيت الدجاج ها هو عندي هنايا فروج بلدي. بالنسبه لي ما شافش معايا اللايف، عندي هنايا فروج بلدي قسمته على جوج وطيبته خليته حتى طاب مزيان. كتعرفوا فروج بلدي يعني ما لما كان شي طيب مزيان غادي يجي معود، واخا تهرى لي شويه في الطياب ولكن باش يجي مزيان. المهم عندي هنايا التريد اولا الرغايف، يعني كل واحد باش كيعمل الرفيسه ديالو. غادي نعمل النص، ما عملتش صراحه بزاف. المهم غادي نعمل النص، غادي نفزقو. غادي نسقي النص بالنص حيت الا عملت كلشي مع بعضو ما غادي تسقاليش هذا اللي من تحت، عليها غادي نسقي النص بالنص. عاد نعمل الدجاج ديالي. المهم ترشو هكذا، غادي يجي النص اخر. بسم الله، يعني فورتو. يعني انا قلت لكم اللي كان معايا في اللايف اللي يفهمني، اللي ما كانش معايا في اللايف المهم شفنا غير كيفاش غادي نعمل نزوق الرفيسه ديالي وصافي. تقطع لي اللايف وتلا لي السارج وزاد طاح لي التليفون ما بغاش يخدم، وزيد الجداد كان باقي ما طابشي. صافي قلت غادي نعمل غادي نخلي حتى نكمل ونعمل فيديو. المهم غادي نصفي هذا المرقام شي حاجه باش دقيقه نصفي المرقام شي حاجه باش ديك الحلبه اللي عندي وديك العدس ماشي كلشي يطيح عليها. غادي نصفي المرقام نصفيها عاد انا معكم. المهم باش نعمل غير مرقه داكشي غادي نعملو غير بوحدو ما نعملوش معاهم. هاهي كتشوفو انا صفيت المرقه، هادي المرقه اللي خليت ما عملتش بزاف ديال المرقه باش ما يجيوش ياو فاسكين بزاف. المهم غير باش نسكو على حساب ديك العدس وديك الحلبه اللي عملنا، ماشي كلشي كيبغيها. انا ما كنتش غادي نعمل الحلبه، كانوا معايا الناس في اللايف كيقولوا لي ضروري خصك تعمل الحلبه، الا ما عملتيش الحلبه الرفيسه بلا حلبه والو. انا ما عملت لا حلبه صراحه لا مسخن، ملي قالوا لي ضروري ضروري بقاو كيقولوا لي ضروري عملت شويه ديال الحلبه، ولكن فحال اللي قلت لهم في اللايف ماشي كلشي كيعجبنا عليا ما غنعملهاش في كلشي. نحاول نميل ديك المرقه تمشي هكذا. بسم الله نجيب هذا الدجاج ديالي سخون سخون سخون. بسم الله صراحه سخون بزاف، كيفاش انا منهزو ما غنحمرو ما والو. يعني الا بغيتو تحمرو حمرو، ولكن الدجاج بلدي ما كيتحمرش في الرفيسه، وكل واحد واللي بغى. صراحه طيبتهم بزاف، صعبت عليا حتى نهزها تفتت كامله.
بسم الله. دابا عاد نحاول نعوضها، قرب شويه شنو هاد الشيء. هذا فروج بلدي وطاب صراحه خيوط، شوفوا زبده صراحه اللاطه. بسم الله. نهز النص اخر، واخا سخون شويه ليدي ولكن بحال هكذا. نعمل هذا هكذا وهذا هكذا، ما قادش حتى المهم صافي كيف ما جا يجي. هذا العظم ديال الشيطة حيدو، خليو شي العظمة بزاف صافي. تا هذا غادي نحيدو، خلي على العظمة ديال رجلي. غادي نشوف هاد شوية د الما لي باقي لي هنايا، إلا بقى لي شي حاجة ناشفة غادي نعملها. ها هي أنا حيدت كموسة ديال الربع، بالنسبة لي ما كانش معايا رانا عملت الربع. المهم أنا حيدت ديك كموسة ديال الربع صافي. هنايا غادي نعمل ديك المرقة اللي بقات لي من الدجاج. صافي ها هي ديك داكشي اللي صفيتو. غادي نعملو هنايا بين الدجاج، من بعد هادي شويه وهادي شويه، وغادي نعملو بين الدجاج. هادي ديك العدس والحلبة، شوف ديك العدس والحلبة والبصله اللي بقات نعملتهم بين الدجاج، هو بحال اللي كتشوفو هنايا. يعني اللي بغى ماشي ضروري الواحد ياكلو ولا يقرب ليلو، يعني اللي بغى. صافي انا وجدت. دابا غادي نجيب هاد الراس ديال الثومه اللي طيبته. انا حيدته قبيلات فتحت عليها نشوفها واش طابت، وكنت جبرت طبقه وحيدت الثوم باش ما يطيبش بزاف. صافي غادي نجيب بيضات، هي صراحه كتجي مزيونه مزينه بالتمر، ولكن التمر ما توفرتش عليه صراحه حتى لا سلنا التمر ديال رمضان. صافي غادي نزين عيب بيضات مسلوقين وصافي. المهم بحال اللي قلت لكم تتمه ديال اللايف اللي كنا عاملين. بالنسبه لي بغى يشوف الطريقه وكيفاش في اللايف يدخل، بغى يشوفه يدخل اللايف. واللي الا بغى شي واحد نعمل لكم فيديو يكتب لي في كومونتير ونعاود لكم ونعمل لكم فيديو مفصل. يعني الا بغيتو في اللايف يعني ما كيظهرش داكشي معوض، بغيتو تعملوا نعمل لكم فيديو ونعمل لكم. ها هو بحال اللي كتشوفوا، انا غادي نقرب معكم تشوفوها معوضه. ها هي بحال اللي كتشوفوا الرفيسه ديالي، هي ديك التويمه اللي قلت لكم حيدت من قبل باش ما تزيدش تهرى لي بزاف. عملت الراس بحال اللي كتشوفوا وصافي. بيضات وهذا الرغايف اولا التريد، يعني ديال كل واحد شنو كيسميهم. المهم هما نورمالمون غادي يتسموا التريد على حساب كيتعملوا مع رفيسه. صراحه انا قلت لهم في اللايف البنات، قلت لهم هذا التريد عملته اغوستي مسكينه وغزال صراحه طلع. يعني بالنسبه للعائله اللي كيعرف اغوستي راه قيس رغايف ديالها وكيعرف رغايف ديالها شنو هما، صراحه هي اللي عملتهم ماشي انا. انا طيبت غير الدجاج بلدي وصافي. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال الرفيسه ديالي ديال اليوم بحال اللي كتشوفوا، وما نقول لكمش الرائحه غزاله طالعه منا صراحه الله. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وما تنساونيش من الاشتراك في القناه وضغط على زر الاعجاب وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. وشكرا واللي كان حاضر معايا في اللايف سمحوا لي والله الا غير التليفون قطع لي. وفحال قلت لكم اللي بغى ان شاء الله نوجد له رفيسه فيديو قولوها لي ونعمل لكم ان شاء الله يا ربي فيديو، يعني كل واحد الا بغيتوا تعرفوها يعني بالتفاصيل ديالها.
وصافي هذا ما كان. يلا سلام عليكم.